السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. ولكن قبل بدايته، اهلا وسهلا بالصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. دائما اعزائي الكرام، كنا نسمع باللي انه ختامها سيكون مسك، ولكن هذه المره ختامها كان ذهب، وتوجت به الدوليه الجزائريه ايمان خليف، الملاكمه البطله المحاربه التي تحدت العالم وصفعت العالم اليوم اعزائي الكرام من قلب فرنسا، ورفعت رايه الوطن الجزائري، وكذلك ايضا عزف النشيد الوطني قلب العاصمه الفرنسيه باريس. فسيناريو إيمان خليف التي عاشته في طيلة هذه البطولة كان سيناريو نوعا ما قاسي، ولكن نهايتها كان ذهب ولم يكن مسكا أبدا، بل أنه كان ذهب وألماس يعني لهذه الدولية الجزائرية. إيمان خليف، إيمان خليف وفي ب يعني وعودها. إيمان خليف ردت على العالم بطريقة مثالية بتتويجها بالذهبية وسط انتقاد وكذلك هجوم عالمي ضد إنسانة واحدة جزائرية ما عندهاش أي ذنب. ذنبها هو أنه حبت يعني تلتحق بشغفها وتحقق حلمها، وهي التتويج بالميدالية الذهبية في الأولمبياد. إيمان خليف حققت الحلم تاعها، والإعلام الغربي الذي دار حملة من أجل تحطيم هذه الشابة الجزائرية لم ينجح بطبيعة الحال، وسقط في قاع البئر بطبيعة الحال بعد تتويج الجزائرية إيمان خليف. إيمان خليف في كل نزالاتها صراحة أعزائي الكرام تحصلت على العلامة الكاملة. لعبت ضد أنجيلا، يعني كانت عندها لكمتين كحد أقصى، أخرجتها من البطولة بعد استسلام أنجيلا. من بعد أعزائي الكرام جاءت المجرية هاموري، حتى هي أعزائي الكرام تم إقصاؤها بالعلامة الكاملة من طرف إيمان خليف. من بعد جاءت التايلاندية أعزائي الكرام المتسابقة الأخرى إيمان خليف، وفي بوعودها وتفوقت عليها بالعلامة الكاملة. اليوم إيمان خليف تختتم هذه المسابقة أولمبياد باريس سنة 2024 بالعلامة الكاملة مجددا. فألف مبروك لابنة تيارت وابنة الجزائر وابنة الشعب مثل ما عنونت واشنطن بوست. طبعا إيمان خليف في هذه البطولة لم تفز فقط يعني بالذهبية، بل أنها فازت ضد الظلم، فازت ضد خصومها، فازت ضد الغرب، فازت ضد الإعلام، فازت ضد العنف، ضد التنمر، وضد المؤسسات الدولية، وحتى ضد المنظمات الرياضية وضد العالم ككل. فكي توصل يعني قضية إيمان خليف لمجلس الأمن الدولي، ما بقاش أعزائي الكرام مزيد نحكيو فوق مجلس الأمن الدولي، ولكن إيمان خليف قدمت صفعة لكل هذه الأشياء التي ذكرتها وتوجت رسميا بالذهب، فألف مبروك إليها مجددا. طبعا حاليا أعزائي الكرام شوفوا ماذا قال الإعلام، ماذا قال الإعلام عن إيمان خليف، وأيضا شوفوا ماذا قال لاعبي المنتخب الوطني الجزائري عن إيمان خليف. ونبدأ بإسماعيل بن ناصر الذي دائما ما عودنا لدعم المواهب الجزائرية أول بأول، صرح قائلا بعد تتويج البطلة الجزائرية إيمان خليف قائلا: ألف مبروك لبطلتنا الأولمبية إيمان خليف، وعلى الرغم من الكراهية والمعلومات المضللة والقصوى، إلا أنها ظلت قوية ذهنيا للفوز بالميدالية الذهبية وتكريم الجزائر. فهذه ثاني ميدالية يعني للجزائر بعد ميدالية كيليان مور التي كانت تشارك يعني باسم الجزائر في أولمبياد باريس في رياضة الجمباز. الإذاعة الجزائرية أكدت بلي أنه إذا إيمان خليف تهدي الجزائر الميدالية الذهبية الثانية بعد تغلبها على الصينية ليو يوانغ في نهائي الملاكمة، والملاكمة إيمان خليف ترد على كل من أساء إليها من مرضى النفوس، وترد على كل من حاول استعمال قضيتها لاستهداف الجزائر. إيمان خليف حرمت أو حرمت من التتويج ببطولة العالم العام الماضي أمام نفس المنافسة بعد إيقافها من قبل الاتحاد الدولي بداعي الأهلية الجلسية. نورمالمون هذه إيمان خليف كانت راح تفوز باللقب العام الماضي، ولكن داروا لها واحد التريك عزيزي كرام خرجوها من البطولة، وها هي اليوم ترد على الاتحاد الدولي بفوزها في الأولمبياد. ليكيب الفرنسية كدت قائلة: كوفرتي دوغ. أما بالنسبة لأرامسي وكذلك أيضا يعني مواقع أخرى احتفلوا بتتويج الجزائرية إيمان خليف بالذهبية. البي بي سي أكدت قائلة: أحرزت الملاكمة الجزائرية خليف الميدالية الذهبية متحدية جدلا كبيرا أحاط بهويتها الجندرية. أما بالنسبة لتيليغراف هي الأخرى يعني أكدت بلي أنه إيمان خليف تفوز بالذهبية وسط صراع يعني عاشته في الفترة الأخيرة. كذلك البي بي سي أكدت قائلة: خليف تفوز بالميدالية الذهبية وسط أيضا يعني صراع يعني جنسها في الفترة الأخيرة. الاندبندنت صرحت قائلة: إيمان خليف ضد يانغ النتيجة، حيث فازت الملاكمة الجزائرية بالميدالية الذهبية وسط خلاف حول الجنس الخاص بها. يعني هذا العنوان تكرر تقريبا في كل أو معظم المواقع الإخبارية الإنجليزية وحتى الأجنبية. وأفضل يعني مقال شفته لحد الساعة هو هذا المقال وهذا البوستر الظاهر أمامكم: Against the World، يعني إيمان خليف ضد العالم، وفازت وذلك بشكل رسمي في صراعها مع
العالم. كذلك فرانس فانتكات أكدت قائلة انتقام إيمان خليف بذهبية في الملاكمة. وها هو أيضا يعني الموقع الرسمي الخاص بأولمبياد باريس يؤكد في منشوره أن إيمان خليف رسميا تفوز بالميدالية الذهبية للجزائر، وكان هذا أفضل رد كما قلنا على الذاكرة على الإطلاق لجميع من كان يتطاول ضد البطلة الجزائرية إيمان خليف صاحبة الميدالية الذهبية والتي حققت حلمها والذي كان صعب المنال منذ طفولتها إلى حد يعني احترافها كان صعب بشكل خرافي جدا، ولكن بعد وصولها إلى أولمبياد باريس زاد تعقيدا، ولكن بعدما أن وقف الجمهور الجزائري وكذلك بعض الشعوب من دول مختلفة، ولكن كانت يعني أقلية مقارنة بالعالم الغربي الذي كان بصفة يعني أكبر من الداعمين كانوا يعني يريدون تحطيم البطلة الجزائرية إيمان خليف، ولكن بدعم هذا الجمهور الجزائري وكذلك أيضا بعض الشعوب من بعض الدول بطبيعة الحال الأجنبية وحتى العربية، إيمان خليف وقفت على قدميها مجددا، وهي تهدي الجزائر وتهدي القارة السمراء وتهدي أيضا هذه الميدالية لكل من وقف مع إيمان خليف. وكذلك تقود إيمان خليف الجزائر للقفز في المركز 34 في ترتيب الأولمبياد وتحتل الصدارة الخاصة بالعرب والثانية إفريقيا. الجزائر راه في المرتبة 34 وكما قلنا الأولى عربيا والثانية إفريقيا. وكذلك أيضا رئيس الجزائر يعني بارك لهذه البطلة الجزائرية حيث صرح قائلا: كلنا فخر واعتزاز بك أيتها البطلة الأولمبية إيمان، انتصارك اليوم هو انتصار الجزائر وذهبك ذهب الجزائر، شكرا لك إيمان خليف. وكذلك أيضا يعني رئيس الجزائر اتصل بشكل مباشر هاتفيا مع البطلة الجزائرية كما تشاهدون هنا أمامكم وهنأها، والبطلة الجزائرية أكدت قائلة لأنه لقد وفيت لك بوعدي، يعني كانت وعد رئيس الجمهورية من أجل التتويج بالذهبية، وها هي إيمان خليف تفي بوعدها ويبارك لها رئيس الجزائر، وكذلك أيضا أبناء الجزائر كلهم يباركون للبطلة إيمان خليف. إذا طبعا ها هي باقي التصريحات الخاصة بإيمان خليف، وقفوا الفيديو من أجل قراءتها كلها. وحاليا ننتقل إلى الخبر المولي واللي يتعلق بعالم كرة القدم بعدما أن انتهينا حاليا مؤقتا من ألعاب أولمبياد باريس سنة 2024. والخبر الأول نوعا ما خبر سيكون صادم لفلاديمير بيتكوفيتش، لأنه كشفت تقارير ألمانية عن مدى خطورة إصابة محمد الأمين عمورة ومدة غيابه عن الميدان. أكدت هذه التقارير أنه من المحتمل أن يكون محمد الأمين عمورة متاحا لفريق نادي فولفسبورغ مرة أخرى لفترة التوقف الدولية، ومن المرجح أن يغيب اللاعب الجديد عن أول مباراتين في الموسم الخاص بالدوري الألماني القادم. ويرتدي محمد الأمين عمورة حاليا جبيرة حول ركبته المتضررة، فنتمنوا له الشفاء العاجل، ولكن هذا اللاعب بعدما أن سيضيع التربص القادم ومباراتي الجزائر ضد غينيا وليبيريا سيكون خارج قائمة فلاديمير بيتكوفيتش، وهذا مما سيزيد قلق المدرب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش والذي يقود المنتخب الوطني الجزائري في الوقت الحالي بعد ضياع هذا اللاعب من قائمته، لأنه مستحيل يستدعي لاعب مصاب وعنده إصابة نوعا ما تعتبر خطيرة لأنه عنده إصابة في أوتار الركبة، وحاليا المدرب في ورطة لأنه عدنا العديد من الغيابات مثل ما أكدنا لكم في الفيديو السابق سيسقطون من قائمة فلاديمير بيتكوفيتش. نتكلم عن كيفن جيتون الذي أصبح يلعب في الرديف، وكذلك أيضا يوسف عطال الذي هو ممكن أنه راح يتغيب بسبب أنه لم يجد أي نادي لحد الآن، وكذلك أيضا نفس الشيء يعود إلى آدم النس الذي لحد الساعة هو بدون نادي، وبالإضافة إلى نبيل بن طالب الذي هو عاد كرجع من إصابة كانت خطيرة، وكذلك أيضا شعيب كداد مثل ما أكدت لنا التقارير محلية، بالإضافة أيضا إلى محمد أمين عمورة. فعدنا حوالي 5 إلى 6 أسماء سيتغيبون عن قائمة فلاديمير بيتكوفيتش، وبيتكوفيتش مطالب بإيجاد البدائل، وهذه المهمة سترهق المدرب قبل بداية بوس المقبل. وبيتكوفيتش حاليا سيبدأ في عملية البحث عن بديل مثالي لمحمد الأمين عمورة، وممكن أنه سيستدعي يا إما إسلام سليماني أو بغداد بونجاح، ونظن بلي أنه الأقرب هو بغداد بونجاح لكي يلعب مع أمين غويري بحكم أنه إسلام سليماني لحد الساعة لم يحسم مستقبله. طبعا ما نطولش عليكم، ننتقل حاليا إلى الخبر الموالي. طبعا أدم الناس شهد وهو يحضر المباراة الودية التي جمعت بين مولودية الجزائر ضد نادي شاتورو. طبعا السؤال يطرح نفسه: هل سيكون الوصول المحتمل للجناح الجزائري إلى منصب العميد فكرة جيدة بالنسبة لكم؟ اكتبونا أنتم رأيكم في صندوق التعليقات مدام أن نحضر هذه المباراة، يا إما راح قريب جدا للانتقال لمولودية الجزائر أو لنادي شاتورو الفرنسي. وهنالك أخبار
تأكدت سابقا بل لأن اللاعب ممكن ألعب في البطولة المحلية، ولكن أعتبر هذا الأمر يعني شيء مستبعد، اللاعب ممكن أنه يفضل الانتقال إلى الدوري الخليجي على عكس الدوري المحلي. ولكن انتم خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات جمهور المولودية، واش تتمنوا هذا اللاعب يكون في الفريق أم العكس؟ نظن بل لأنه راح يكون إضافة مثالية لهذا الفريق الخاص بالجزائر. أما في خبر آخر، طبعا يستهدف نادي العروبة السعودي الظفر بخدمات رشيد غزال والتعاقد معه في سوق الانتقالات اللاعبين الصيفية الحالية وفقا لما كشفتها صحيفة ليكيب الفرنسية. وطبعا تحركت إدارة الصاعد الجديد لدور الروشن السعودي من أجل ضم هذا اللاعب بتقديم عرض رسمي له حسب ما جاء في المصدر، والذي لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى عن العرض. ومن المحتمل أن يعزز رشيد غزال حضور اللاعبين الجزائريين في البطولة السعودية في حال توصل إلى اتفاق مع نادي العروبة، خاصة في ظل قلة العروض المقدمة له من خلال هذا الميركاتو الصيفي الحالي. وهذا اللاعب إذا راح يقبل عرض هذا النادي وينتقل إلى الدوري السعودي ستكون إضافة للمنتخب الوطني الجزائري في يعني بطولة كأس العرب، لأن هذا اللاعب سيكون متاح من أجل اللعب مع المنتخب الوطني الجزائري هو وعدد كبير من اللاعبين. أي لاعب يلعب في المستوى العالي وينتقل إلى البطولة العربية أو الدوري المحلي الجزائري راح يكون في قائمة المنتخب الوطني الجزائري المحلي في بطولة كأس العرب سنة 2025 والتي ستقام في نهاية هذه السنة سنة 2025. على كل حال كان هذا فيديو اليوم، خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.